تعرفهم في لحن كلامك. تجد شخصا 60 سنة في المساجد الآن يسألك ما هو سند ذلك الدعاء وما هو سند هذه الزيارة. هذه أثار العلماء. هؤلاء هم طلاب الجامعات الإيرانية خلال لقاء رمضاني مع المرشد، لم يتوانوا عن توجيه سيل من الانتقادات للإعلام الرسمي بسبب حجب الأصوات المعارضة برأيهم ولمسؤولي النظام بسبب أدائهم السياسي والاقتصادي وحتى للمرشد نفسه. أنتم تعترضون على العديد من القضايا، وأكثر هذه الاعتراضات صحيحة وبعضها غير ذلك، وأنا أؤيد هذه الشجاعة التي تتمتعون بها وهذا الاندفاع، واللقاء هذا يبشر بالخير ويشير إلى أن جامعاتنا حية ونشيطة وفعالة على خلاف ما يرغب فيه الأعداء. لو العلماء حكوا لنا حكي نسألهم منين هالحكي، وإذا صارت عندنا فكرة بنناقش. مو معنى لما نناقش العلماء معنى إحنا عم نهينهم، لا، بدنا نفهم مليح. في فكرة أفضل ما فهمناها، في فكرة ما قبلها عقلنا. ما في بعض الناس يقول لكم قراء تعزية وقارئات تعزية وما في أشياء ما بتنطبق على العقل، إنهم هذا ما عقلنا ما بيقبلها، قنعونا. كيف هيك صارت؟ لهذا كونوا أحرارا. هذا اللي إحنا مشكلتنا، مشكلة كثير الناس اللي عميان، مش عميان النظر، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية، اللي إذن ما يشغل عقله الإمام السجاد ماذا يقول عنه؟ ها؟ طبعا هذا مو كلام الإمام السجاد، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا كما قرأنا الآن من الآية المباركة. إذن في كلمة واحدة، خلوا ذهنكم يمي، في كلمة واحدة أعزائي وفي جملة واحدة أنا أؤسس لهذه المقولة، احفظوها عني. أنا أفكر إذن أنا إنسان، هاي غير مقولة أنا موجود، أنا أفكر إذن أنا موجود لبعض فلاسفة الغرب، لا لا لا، أنا أفكر إذن أنا إنسان. فبقدر ما تفكر فبقدره أنت ماذا؟ تقترب من الإنسانية، وبقدر ما تبتعد عن الفكر تقترب من ماذا؟ من البهيمية والأنعام. واطمئنوا أعزائي، لا يمكن لأمة تسعد وتنمو وتنهض إلا بالفكر والحرية الفكرية، لا الاستبداد الفكري والإرهاب الفكري. ولهذا أنتم تجدون الآن أمتنا الإسلامية بشكل عام متخلفة ومتأخرة، ويقتل بعضها بعضا ويكفر بعضها بعضا ويذبح بعضها بعضا قربة إلى الله، لأنه فقد فيها ماذا؟ الفكر والوعي والتعقل والحرية الفكرية. بمجرد أن يقول كلمة يتهم بألف اتهام.